السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ تفضل. شيخ وانا اقرأ القرآن ينفع اقرأ القرآن وانا مش متوضي لو اقرأ من التليفون؟ ينفع تقرأ القرآن وانت غير لست على وضوء، فان الرسول قرأ العشر آيات خاتم سورة عمران لما استيقظ وذهب وتوضأ، وعائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. لو بسجد في القراءة اللي انا بقرأها، نعم سجدة علامة السجدة اللي هو انا هسجد لما أقرأ. والله من العلماء علماء الحديث من يجوز سجدة التلاوة على غير وضوء، ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم وبلغ قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا سجدوا، كل الحضور سجدوا مع رسول الله، حتى الجن والمشركون مع المسلمين سجدوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا إن هذا إنه يبعد أن يكون الجميع على وضوء. ومنهم من اشترط فيها شروط الصلاة وهم الجمهور، لكن سجدت لا حرج إن شاء الله.